رح ابدا معك بتداعيات حادث العقبية. هناك محاولة مستمرة بتطويق الحادث من جهة اليونيفيل حتى الطرف الذي يتهم مباشرة بعد حصول إشكالات وهو حزب الله. هل يقنعك يعني ما يتسرب عن هذه الحادث إنه هي إشكال يمكن معالجة تداعيات أم هي مؤشر لشيء خطير ممكن ربطه بالتعديل الذي طرأ على قرار 1701 بأيلول الماضي وربما يفتح سيناريوهات أبعد وأكثر خوفا؟ يتم العمل على معالجة الموضوع، هناك اتصالات متقدمة على هذا الصعيد. حزب الله يؤكد أنه مشكلته مش مع اليونيفيل، وهو يرحب بدور اليونيفيل. المطلوب هو زيادة التنسيق، الاستمرار بهذا التنسيق مع الجيش اللبناني، أيضا بين الجيش اللبناني واليونيفيل. حصلت زيارة التعزية، حصل الاتصال وكل ما هنالك. بكل الأحوال القضية المركزية هي موقف معلن من حزب الله أنه لا يريد أي مشكلة مع قوات اليونيفيل أو لا اعتراض على عمل قوات اليونيفيل في تلك المنطقة. شو اللي صار وكيف اللي صار؟ خلي التحقيق ماشي. التحقيق عم بيقول أنه حصل هناك ملاحقة للسيارة، في أطبة لا تزال مخفية تتعلق بلماذا سلكت السيارة هذا الطريق. بعض الإشارات تقول أنه بنتيجة الملاحقة دخلوا السيارتين في هذا المفترق الفرعي باتجاه الطريق البحرية وقطعت الطريق عليهم وحصل اللي حصل. بكل الأحوال خلينا نروح على الشق الأوسع من هذا الموضوع. شو الشق الأوسع؟ نحن كان في قرار تجديد لقوات اليونيفيل بشهر آب الفائت، آخر آب 31 آب. حصلت العبارة أو حصل إدخال العبارة الجديدة على نص التجديد، والذي اعتبره حزب الله أمر غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول. بعد ما استلم القائد الجديد لقوات اليونيفيل مهامه، عمل على إجراء زيارات للمسؤولين السياسيين ولقيادة الجيش ولكل المعنيين، وتم الاتفاق على أنه كل عمل ونشاط قوات اليونيفيل يحصل بناء على التنسيق مع الجيش اللبناني وليس بدون التنسيق، بالإضافة إلى عدم الاقتراب من مناطق لا علاقة لها بصلاحيات أو بنطاق عمل القرار 1701. في السابق عندما كانت تحصل مثل هذه الإشكالات مع اليونيفيل كان لها هدف أساسي وهو يتعلق بتحديد نطاق عمله، نطاق العمل وزيادة منسوب التنسيق. شو اللي حصل؟ ما هو الهدف من وراء ما حصل؟ هل كان أمر منظم؟ هل هو أمر عفوي ناتج عن التعبئة التي حصلت في نفوس أهل الجنوب تجاه اليونيفيل، وبالتالي هذه التعبئة أنتجت هذا الموضوع بقرار لا علاقة له بقرار مركزي من قبل الحزب؟ كمان هذا احتمال قائم. هناك استدعاءات للاستماع إلى إفادات متعددة من قبل الجيش اللبناني بالتنسيق مع اليونيفيل، صحيح. هناك حزب الله يقوم بالتحقيقات الخاصة به وببعض العناصر المرتبطين به، أيضا هذا صحيح. خلينا نشوف لوين بدها توصل. ولكن لأرجع على السياسة، بالسياسة يتم العمل على معالجة هذا الأمر، عدم تفاقم هذه الأزمة. قد يتجدد الحديث بهذا الأمر عند موعد التجديد لقوات اليونيفيل، أكيد سيكون لها بعض التداعيات أو بعض الضغوط. ولكن ما جرى هو إذا بدك حلقة ضمن سلسلة. تماما. خلينا نرجع. تم التجديد لليونيفيل بآب، شيك بآخر آب 31 آب، وحصل الإشكال اللي ذكرناه واللي حتى كان متوقع أنه يحصل، لأنه حتى لما تم التجديد للقرار ودخلت بعض التعديلات هناك، يعني معظم المراقبين لهذا التجديد الذي صار والتعديل توقع بأنه قد يؤدي إلى حصول مسؤولين بالحزب هذا الموضوع بقوة الاحتلال. بكل الأحوال برجع بقول رجع حصل اتصالات وتنسيق بين الحزب وبين اليونيفيل بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة لأجل التنسيق في آلية التحرك وعدم تجاوز نطاق القرار 1701 أو عدم توسيع عملان لنطاق الصلاحيات لقوات الطوارئ الدولية. بكل الأحوال اجت هذه الخطوة على وقع استمرار التفاوض حول اتفاق ترسيم الحدود. أنجز اتفاق ترسيم الحدود، جئنا إلى معادلة
تكريس الاستقرار في الجنوب، وهذه مواقف أعلنها مسؤولون لبنانيون ومسؤولون إسرائيليون أنه هنا هذه المنطقة أصبحت مستقرة. وهي نتيجة متوقعة على كل حال لهذا الاتفاق الذي حصل. انتظر لبنان أن يستثمر بالثمن السياسي لترسيم الحدود بمجموعة نقاط، ولكن ما حصل هو العكس. لم يتم تقريش اتفاق ترسيم الحدود سياسيا في لبنان، لا من خلال تسوية تتعلق برئاسة الجمهورية، ولم يتم السماح بإدخال الفيول الإيراني إلى لبنان، شيك؟ لم يحصل لبنان على الاستثناء المتعلق بالغاز المصري والكهرباء الأردنية، لا بل ذهب الكونغرس الأمريكي إلى التصعيد أكثر وإصدار أو تقديم مشروع قانون يتعلق بعدم السماح بمنح أي إعفاءات من قانون قيصر، لا للبنان ولا لأي طرف آخر. ثلاثة، استمر التصعيد على صعيد المنطقة من خلال تصاعد حركة الاحتجاج بإيران، واحد. اثنين، المواقف الدولية المؤيدة للاحتجاجات والتظاهرات بإيران مقابل التنديد بممارسات النظام الإيراني، وهذا أدى إلى توتر نسبي في العلاقة الفرنسية الإيرانية. ثلاثة، وقف مفاوضات الاتفاق النووي بين خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وآخر ما وصل إليه هذا الأمر هو ما قاله الرئيس الأمريكي بالأمس بأن الاتفاق النووي أو مفاوضات الاتفاق النووي هي بحكم الميتة. كل هذه المؤشرات تشير إلى أنه لم يتم الاستثمار الإيجابي في مسألة ترسيم الحدود، فحصل هذا التصعيد على صعيد العلاقات بين القوى الدولية والإقليمية، وتنعكس في لبنان من خلال عدم القدرة على إنتاج التسوية حتى الآن، على الرغم من كثرة الحركة الفرنسية وغير الفرنسية على هذا الصعيد، ولكن الحل لم يتبلور حتى الآن. اثنين، بدك تضيف فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات مع أقصى اليمين المتطرف، التهديدات المستمرة التي تطلق باتجاه إيران وحزب الله. ثلاثة، استئناف عمليات الغارات الجوية العسكرية الإسرائيلية على مواقع أساسية في سوريا. أربعة، التسريبات واللي أكد لبنان أنها غير صحيحة، ولكن هذه تدخل ضمن خلق جو نفسي عام من قبل الإسرائيليين بلبنان تتعلق بتهريب الأسلحة عبر مطار بيروت. كل هذا الجو أدى إلى هذا النوع من الاحتقان اللي انفجر أو نفس بمثل هذه العملية. هلأ ما بعد حصول هذه العملية وبانتظار استمرار التحقيقات وكيفية ورغبة الطرفين بالتعامل مع الحادث، خلص رغبة الطرفين ستترجم بإيجاد آلية جديدة للتنسيق حول آلية التحرك لقوات الطوارئ الدولية. إذا منراجع العمليات التي حصلت سابقا أو الإشكالات التي وقعت بين قوات اليونيفيل وبين الأهالي، كانت تؤدي فيما بعد إلى وضع رسم خطوط حمر أو إعادة التنسيق في آلية التحرك في الجنوب، لا سيما التنسيق مع الجيش اللبناني. بلشت القصة من السياسة وبدها تخلص بالسياسة. بالسياسة هناك الكثير من المحاولات للملمت هذا الأمر. حتى قوات اليونيفيل لم تعد في هذا الاندفاع. أولا البيان اللي صدر مباشرة بعد الحادث كان نبرته جدا، صح، وفيما بعد يعني بلشنا بالبيان. اثنين، كل الاتصالات التي حصلت حتى زيارة رئيس الحكومة وقائد الجيش، بالإضافة إلى الاتصالات المستمرة اليوم، الدور اللي لعبه حزب الله بهذا الموضوع يشير إلى أن الجميع يريد التهديد. ضبط هذا الأمر وإيجاد حل ومعالجة له بعيدا عن أي محاولة لاستثمار سياسي. طيب، ولو التعبير بحد ذاته ممكن يكون هو استباق للتحقيق وحتى يعني اتهام سياسي، ولكن يعني ما في إلا ما ينسأل هذا السؤال. ولو تم التعامل مع تداعيات الحادث، بس تضع حدود وإطار ربما برسالة ما أرسلت إلى قوات الطوارئ الدولية عقب التجديد والتعديل اللي صار، أنه هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. إذا عقب التجديد مأخر الرسالة، منا هيك أنا قدمت لك الصورة الأولى كل الأحداث، بس هو لازم يصير في حدث يعني بمعنى صح.
انا قدمت لك الصوره كلها لقول لك انه القصه ابعد من اليونيفل، قلت لك انه حزب الله ما عم بيقول انه انا عندي مشكله مع اليونيفل، انا عندي مشكله باليه العمل بكذا، هيدي بتتنسق بينشغل عليها. القصه ابعد من هيك، القصه برجع بقول لك سقف العام هو انه حصل انجاز اتفاق الترسيم، لم يستثمر، زاد منسوب التصعيد على ايران وبالتالي على لبنان وعلى سوريا وعلى شو ما بدك، كان لابد من حصول تداعيات تنفيس احتقان نفست بهذه الطريقة. هل هذه الطريقة ستؤدي إلى استدعاء المزيد من التشاور، ستؤدي إلى فتح المزيد من القنوات على صعيد إقليمي وعلى صعيد داخلي؟ بقول لك هذا السؤال المطروح، ولكن لحد هلأ ما فيش جواب عليه، لأنه لم يحصل حتى الآن إلا أن هناك المساعي مستمرة من قبل الفرنسيين، من قبل غير الفرنسيين لتصب في هذا الإطار.